التعاد الأخير للجيش من الكرة الثابتة، تسديدة قوية وفي المكان اللي يتواجد في حارس المرمى، ويسجل الجيش هذا التعادل في مكان اللي يسأل عنه الحارس. يعني هذه كرة حارس المرمى، هذه الكرة من كرة حارس المرمى، يسأل عن البريكي بشكل كبير جدا. بالتالي 1-1 النتيجة، سجل الجيش هذا التعادل. قريب واغنر ريبيرو اخيرا لاعب البديل في شوط المباراة الثاني يعيد الجيش ويسجل هذا التعادل قبل نهاية اللقاء ب 12 دقيقة. تغيير الآن قادم، شامسي إلى خارج الملعب،